السلام عليكم الحاجات ديالي، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير واحد الحلوه دو زيتي غزاله شكلا ومذاقا، يعني كتجي واحد الحلوه اللي رخاميه وشكل ديالها مميز ومذاق ديالها لذيذ اللي بزاف، كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. اللي يمكن لكم تحضروها لشرب قهوه او شاي المساء او للضيوف ديالكم علاش لا، والاهم انها يعني اقتصاديه ومكونات بسيطه. فخليكم معايا للاخير وندوزو نبداو الفيديو ديالنا. فهنا ان شاء الله بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير الحلوه ديالنا، هنايا خديت واحد الكاس هكا متوسط او كاس شاي باش تقدروا تاخذوا به القياسات، وغادي نقولهم لكم حتى بالغرام. المهم هنا عندي كاس متوسط من السكر الابيض حبيبات او سكر سنيده ما يعادل 120 غرام. عندي هنا كذلك كاس متوسط من النشا او المايزينا او دقيق الذره، يعني كل واحد اش كيسميه، ما يعادل 100 غرام. وعندي هنايا نصف كاس من الزيت النباتي ما يعادل 60 مليلتر. مهم كاس سكر كاس نشا ونص كاس ديال الزيت. عندي هنايا 120 غرام ديال المارغرين اللي كتكون خاصه بالحلويات، اللي من الاحسن دائما المارغرين قبل ما نخدموا بها نخرجوها واحد ساعه الى ساعتين قبل من الثلاجه باش تكون لينه وتكون بدرجه حراره المطبخ ويسهل علينا الاشتغال بها. غادي نحتاجو هنايا كيس واحد من سكر الفانيلا ما يعادل ملعقه صغيره، لاكيد يمكن لكم تعوضوها بالفانيلا السائله. غادي نحتاجو ملعقه صغيره من خميره الحلويات او البيكنج باودر ما يعادل كيس من وزن 8 غرام. غادي نحتاجو هنايا 3 ملاعق كبيره مملوءه جيدا من بودره الكاكاو او الكاكاو المر اللي كيكون خاص بالحلويات. المهم هاد 3 المعالق راه غادي نقسموهم ان شاء الله على العجين بعد، غادي تتابعوا معايا الطريقه. وغادي نحتاجو حبه واحده من البيض. وبالنسبه للدقيق عندي هنا تقريبا 400 غرام ديال الدقيق، واكيد دائما الدقيق كيبقى على حسب الخليط وعلى حسب النوعيه كذلك ديال الدقيق اللي كنستعملو. فهذه كل المكونات وندوزو ان شاء الله نبداو للشغال. المهم هنا ان شاء الله في قصريه او في صحن الاشتغال، اول حاجه غادي ندوزو نخدموها واللي هي المارغرين. غادي ندوزو نضيفو ليها الكاس ديال السكر او سنيده، وغادي ندوزو نضيفو ليها كيس ديال سكر الفاني، وغادي ندوزو نخدمو مزيان السكر مع المارغرين. المهم كيما شفتو دائما تكون لينه باش دغيا نخدمو بها بسهوله. صافي هنا بعد ما كنخدموهم مع بعضياتهم مزيان حتى كيوليو هكا على شكل كريمه، دابا غادي ندوز نضيف عليهم هذيك حبه ديال البيض اللي عندي، وغادي نضيف عليهم نص كاس ديال الزيت، ونعاودو نخدموهم مزيان مع بعضياتهم. صافي كما شفتو بعد ما نسجمو مزيان مع بعضياتهم، دابا غادي ندوزو نضيفو هداك الكاس ديال النشا او الكاس اللي عندنا ديال المايزينا، غادي نضيفو معاه هديك معلقة صغيرة اللي عندنا ديال الخميرة، وغادي ندوزو نبداو نضيفو تدريجيا في الدقيق. دائما الدقيق عمرنا ما نضيفوه دفعة واحدة، كنبقاو شوية بشوية، ولكن في الاخير خاصنا نخليو العجينه شويه مرخوفه لاننا مازال غادي نضيفو بودره الكاكاو وخاصنا نقسموها. المهم نتوما غادي تتابعوا معايا المراحل ان شاء الله بالتدريج. البنات المهم هانتوما بعد ما جمعت العجين ديالي كما شفتو كيجي واحد العجين لي لين بحال هاد الشكل هذا. كما كيبان لكم راه مازال خاصو تقريبا جهد جوج حتى لثلاثه المعالقات كبار ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق هانتوما 400 غرام جات يعني نيشان، يعني جات نفس القياس، يعني هذا كيرجع كذلك كما قلت لكم النوعيه ديال الدقيق اللي كتستعملوا. دابا غادي نوقفوا في هذه المرحله هذه، وغادي ندوزو نجمعوا العجين ديالنا ونقسموه على ثلاثه. المهم نحاولوا نجيبوا ثلاثه يجيو مقادين، وانا غادي ندير نحاول نقسمهم هكا، ومن بعد نشوف عيني ميزاني نجيب ثلاثه الكوارات اللي يكونوا متساويين. المهم هذه كتبان ليا شويه كبيره، ناخذ منها وغادي نزيد في الاخرين. المهم البنات هانتوما المهم حاولت نجيبهم قد قد يعني في القياس، الا بغيتو مازال تجيبوهم مضبوطين تقدروا تستعملوا كذلك الميزان. المهم غادي ناخذ كويره واحده غادي نرجعها هنايا باش غادي ندوز نضيف عليها تقريبا جوج معلقات كبار ديال الدقيق. المهم بقد هكا باش يلا تجيني القياس مزيانه. غادي ناخذ واحده هنايا وغادي ندوز نضيف ليها معلقه هكا تكون عامره مزيان من بودره الكاكاو،
وغادي ناخذ الكويره الثالثه وغادي نرجع هنايا وغادي نضيف ليها هاد جوج معالقات كبار اللي بقاو ليا ديال الكاكاو. يعني وحده زدنا فيها باش تتبعوا معايا مزيان، وحده زدنا فيها جوج معالقات كبار ديال الدقيق، وحده زدنا فيها معلقه كبيره ديال البودره الكاكاو، وحده ضفنا فيها جوج معلقات كبار ديال بودره الكاكاو. الا بغيتوها تجي مغلوقه بزاف تقدروا تزيدوا حتى ثلاثه المعالق كبار ديال بودره الكاكاو. صافي غادي ندوزوا ان شاء الله نمجدوا كل وحده بوحدها باش يجيونا هكا كلوينات من الدرجين، يعني يجيو من الخفيف للمغلوق. بعد ما خدمت ثلاث اجزاء ديال العجين ديالي، المهم هذه كما شفتوا اللي ضفنا ليها الدقيق حاولت نخدمها معاه كما شفتوا بقات لينه، هذا كذلك اللي ضفنا ليها البودره ديال الكاكاو جوج معالق كبار كتجي هكا غامقه، وهذه اللي ضفنا ليها فقط معلقه ديال بودره الكاكاو كتجي بحال هكا هذا اللون هذا فاتح كريمي كيجي بحال هكا. يعني كما شفتوا كتعطينا ثلاث يعني درجات ديال الالوان. دابا غادي ندوزو كما شفتوا اي وحده كنكملها كنحاول هكا نغطيها بلاستيك باش ما تنشفش ليا العجين، لانها كتكون واحد العجينه اللي شويه حساسه نوعا ما لان فيها المارغرين باش ما تنشفش. دابا غادي ندوزو هنايا خديت واحد الصحن غادي ان شاء الله غادي نبداو ناخذو كل وحده ونحاولوا نعملوا منها كويرات، كويرات اللي تكون متساويه. احنا دائما ناخذ غير القياس ما نخرجوهاش كامله، كناخذ غير القياس ونبداو نشكلو في الكويرات. المهم نوريكم القياس اللي غادي نديرو، كونوش كويرات كبار قد هكا تقريبا هاد الحجم هذا، واللي كملتها غادي نحاول نحطها في هاد البلاطو هذا باش من بعد غادي ندوز نغطيه حتى هو هكا موجد البلاستيك غذائي غادي ندوز نغطيه باش ما تنشفش ليا العجين. هنا مهم رجعت معكم بعد ما انتهيت من تشكيل الثلاث كويرات الثلاث نكهات كما شفتوا كيجيو غزالين حتى في الشوفه ديالهم. دابا ضروري كما قلت لكم نحرصوا نغطيو ونغطيو مزيان مزيان العجين ديالنا باش ما كينشفش. دابا غادي ندوزو نبداو ناخذو غير القياس، المهم غادي نبداو ناخذو جوج كويرات في هذا اللون هذا، جوج كويرات ديال الشوكولا وجوج كويرات ديال الفاني. المهم المهم هنا غادي ندير معكم طريقه بسيطه بسيطه جدا جدا. المهم كما شفتوا خدينا جوج كويرات من كل لون. دابا غادي ندوزو ناخذ كويره بيضاء كويره سوداء كويره بيج كويره بيضاء كويره سوداء كويره بيج، يعني كل وحده مخالفه مع الاخرى. كنجيو في هذه المرحله هذه مهمه جدا كنحاولوا هكا نلصقوا هاد سته الكويرات مزيان مع بعضياتهم بحال هكا بحال اللي كنحكموهم ونلصقوهم هكا مزيان بحال كنبداو هكا، وتقدروا تهزوهم كاع ما بين يديكم باش تحكموهم هاد الشكل هذا كما شفتوا هما بداو كيدخلوا مع بعضياتهم. صافي المهم فاش كنوصلوا لهاد المرحله هذه كنحطوها هكا في الراحه ديال اليد كنجيوها نجيبوا هاد اليد ونلصقوا ونبداو ندوروا هكا تقريبا ديروا 6 8 دورات على حساب قد ما دورتوا راه كتبقى تنسجم اكثر. المهم كنبقاو نديروا هكا هانتوما بالكم هذوك الكويرات ودوك الالوان بدات كتنسجم فيما بينها. المهم ها نتوما كما شفتوا الطريقه صافي. المهم هذيك الساعه نتوما ملي كتشوفوا الشكل اللي بغيتوا راه كتحبسوا كتجيو كتضغطوا هكا واحد شويه وكنحطوها في صينيه الفرن. غادي ندوز نعاود معكم وحده اخرى يعني الطريقه بسيطه جدا. المهم غادي نوريكم كذلك الطريقه باش كنسرع اكثر الشغل. كنجيو هكا بيج سوداء المهم ها نتوما 6 مخالفين كنجيو نلصقهم هكا وضروري الباقيه البنات كنعاود ناكد كل شويه كناكد خاص الكويرات الاخرين نغطيوهم باش ما تنشفش لينا العجين. ها نتوما لصقناهم مزيان بحال هكا من الفوق من التحت كنجيو ملي كنحسوا بهم لصقوا شويه ونساجموا كنجيو عاوتاني مره اخرى كنحطوها ونبقاو نلويو بحال هكا. ها نتوما بداو كينسجموا ها نتوما صافي. منين كنشوفهم داخلوا هكا مع بعضياتهم كنحبسوا. نتمنى ان شاء الله الطريقه تكون كانت واضحه عندكم. صافي ان شاء الله وغادي نحطوهم في صينيه الفرن.
البنات الا بغيتو ديرو بواحد الطريقه يعني كتعجبني انا نديرها كتكون عمليه اكثر، كنهز واحد الكميه الكوارات وكندوز كنبدا هكا نستف، ندير مثلا 6 8 على شما قديت كنديرهم هكا باش غير كندوز كنبدا كنجمع مباشره. المهم تبعوا معايا، نجيبو هنايا وحده في بيج وحده في بيض وحده في كحل، صافي بحال يعني نفس الطريقه اللي شرحت لكم، غير حنايا كنديروهم يعني بكميه كتكون هكا اكبر. بعد ما انتهيت من تشكيل كويرات الحلوه ديالي على هذا الشكل، المهم كما شفتوا في صينيه الفرن اللي مفرشه بورق الزبده، الفران ديالي رديته سخون على درجه حراره 180، مدتها هي ما غاديش تكون طويله، غالبا غادي تاخذ معنا ما بين 15 الى 17 دقيقه. في الاول كنشعلوا عليها غير من التحت يعني حتى كتبنى طابت وكل شيء، وكنزيدوا عليها دقيقه حتى لجوج دقائق غير من الفوق ونخرجوها، فمهم لان ما كتاخذش وقت طويل في الطهي ديالها، وان شاء الله بنخرجوها لتاقيه. ومرحبا بكم الغزالات ديالي، هي الحلوه بعد ما خرجناها من الفران كتجي غزاله غزاله، وكما قلت لكم يعني بالنسبه للطهي ما كنخليوهاش تحمر بزاف من الفوق يعني باش يبقاو داك اللوينات هكا كمفرزين، وراه يعني كطيب بسرعه لان داك النشا راه كما كنعرفوا ما كيبغيش طياب بزاف. المهم ها انتما كيف ما كتجي من التحت هكا كتجي محمره، وكذلك يعني نقسم لكم حيده باش تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها من الداخل، يعني كيجيوا دوك ثلاثه تشكيلات او ثلاثه تاع النكهات هكا كيجيو مفرقين. والاهم البنات انها كتجي من برا كتبان انها مقرمشه، ولكن ملي كتاكلوها كتجي هشيشه يعني كتجي كتذوب في الفم، يعني كتجي رائعه رائعه. يعني واخا بغيت نشكرها لكم ماشي بحال الا جربتوها بنفسكم باش تشوفوا النتيجه ها انتما كيفاش كتجي مره اخرى. المهم انا عجبتني بقيتها كنقسم هكا كتجي زوينه مع القهوه مع الشاي هكا في جليسه المساء تقدموها لضيوفكم، ونتمنى ان شاء الله البنات تكون عجباتكم وتجربوها وترجعوا للتعليق وتخليوا لي الراي ديالكم، ونقول لكم السلام عليكم، والتقي ان شاء الله فيديوهات وشيبات مقبله. السلام عليكم.